الحمد لله كما علمنا أن نحمد، وصلى الله وسلم على خير خلقه سيدنا محمد، وبعد. فقد انتهينا في اللقاء السابق عند قوله سبحانه: ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين أن ينزل عليكم من خير من ربكم، والله يختص برحمته من يشاء، والله ذو الفضل العظيم. حسد أهل الكتاب والمشركين من أهل مكة لرسول الله صلى الله عليه وسلم أن الله اختصه بأن ينزل عليه الرحمة في منهجه للخلق، وحسدهم للمؤمنين أن يسبقوا إلى هذا الخير. وقد دلنا الله كما قلنا في اللقاء السابق أن ما نزل من السماء خير، وهم لا يودون أن ينال الناس خيرا. واختصاص بالرحمة وهم أصحاب الدعوة العريضة الذين يدعون فيها أنهم شعب الله المختار. ويختص الله المؤمنين بالفضل وبالفضل العظيم، فلئن خصهم زمن موسى بفضل فقد خصهم الله في زمن محمد بفضل أعظم منه، فلم ينتقلوا من فضل إلى فضل مساو، ولكن إلى فضل خير من الفضل الذي كان. فهب أنهم يدعون أنهم آمنوا بموسى واكتفوا بذلك الإيمان، فقد قال الله ردا عليهم قوله سبحانه: ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها. فإذا كانوا قد تعصبوا ولو للإيمان بموسى بحق، فإنما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم في زمن محمد صلى الله عليه وسلم خير مما جاء به موسى ليكون في زمن محمد صلى الله عليه وسلم. فليس معنى ذلك أننا نتهم ما جاء به الرسل السابقون، بل كان الرسل السابقون في أزمانهم خيرا، والرسول الذي جاء خاتما ومسكا للختام خير من الخير كله. إذن فلن ينتقلوا إلا إلى خير، وفيما تتفق فيه الرسالات يكونون قد نقلوا إلى مثل الخير في العقائد، ولكن يزيدون قضية منهج الحياة والأقضية التي تعاصر محمدا صلى الله عليه وسلم. فهناك في الرسالات أمور مشتركة لا فرق فيها بين رسول ورسول، وهي قضية العقيدة الإيمانية بإله واحد له الكمال المطلق سبحانه في ذاته وسبحانه في صفاته وسبحانه في أفعاله. كل ذلك قدر الرسالات فيه مشترك، ولكن الحياة بتطوراتها تحدث فيها أقضية لم تكن موجودة أولا، فالذي يأتي بعد لا بد أن يواجه الأقضية الجديدة. فإذا ما قلنا تستمر رسالة بقيمها العقدية فإنها لن تستطيع أن تواجه بأقضية الحياة التي يتأتى بها العصر. إذن فكان ولا بد من أن تنسخ آية آية. لا يقولن واحد أبدا أن قول الله: ما شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم،
أنه ليس لمحمد صلى الله عليه وسلم أن يزيد في دينه على ما كان من أيام نوح وإبراهيم ومن سبقه من الرسل. نقول له لا، لا يأتي بشيء زائد في أمر يتعلق بالأمر الثابت وهو أقضية العقيدة كلها. أما ما يتعلق بأقضية الحياة التي تجد وبأحكام الله في الحركة وما يمكن أن يكون فيها من توسعات، فذلك جاء به محمد صلى الله عليه وسلم ليغطي شيئا لم يكن موجودا ساعة هؤلاء الرسل. الحق سبحانه وتعالى يقول: ما ننسخ من آية أو ننسخ. كلمة ننسخ معناها نزيل آية عن حكم كانت موجودة لتؤيده وتطلبه ونأتي بآية أخرى بدلها، كما يقال نسخت الشمس الظل. الظل كان موجود فجاءت الشمس فمحت الظل وحلت محله، يقال نسخت الكتاب أي نقلته من أم إلى شيء آخر. تقول مثلا التناسخ الذي يقول عليه تناسخ الشيء، نسخ الشيب الشباب، يعني ذهب الشباب وحل مكانه الشيء، تلك هي مادة الايه؟ مادة النسخ. أو ننسها تأتي بمعان، ننسها بمعنى نجعلك تسخو عنها وتقبل فتضيع، أو نتركها إلى غيرها. نقول العلماء حين اختلفوا في هذه المسألة، أقول دائما العلماء حين يختلفون فجهة الاختلاف يجب أن تكون منفكة، لأنني أجل عقول علماء أن تختلف في أمر واحد، إلا أن واحدا يلحظ ملحظا وغيره يلحظ ملحظا آخر وكلاهما يريد الحق، إلا أن هذا لا يذكر قضية ذاك ساعة استنباط الحكم. فنأتي للعلماء نقول النسخ في القرآن، قوم يقولون لا نسخ في القرآن أبدا. لماذا؟ نسألهم لماذا؟ قالوا لأن النسخ بداء على الله. معنى بداء على الله يعني إيه؟ يعني ايه بداء على الله؟ علشان نشوف الحكم ده، لانهم يقولون النسخ بداء والبداء على الله محال، يبقى النسخ محال. نتفق معهم في القضية البداء محال على الله، ولكن نختلف معهم في الصغرى الاولى، القضية الاولى وهي النسخ بداء. نقول له ما معنى بداء؟ البداء هو أن تأتي بحكم ثم يأتي التطبيق فيثبت قصور الحكم عن مواجهة القضية فتعدل الحكم، كأنه بدا لك شيء جديد في القضية فعدلت الحكم. نقول لهم بهذا المعنى البداء محال على الله، البداء محال على الله، ولكننا لا نتفق معكم في أن معنى النسخ بداء. النسخ إزالة حكم والمجيء بحكم آخر. نقول له ساعة حكم الله الحكم أولا، هو عالم بأن هذا الحكم له وقت محدود ينتهي الحكم عنده ليحل حكم جديد محل الحكم الأول، ولكن الصرف يقتضي ذلك التدرج. فليس معنى ان الله حكم بشيء ثم جاء واقع الامر فاثبت انه قاصر فعدل الله الحكم لان الواقع لفته الى ان يعدل. لا، ساعة حكم اولا يعلم ان الحكم له ميعاد، كما يقول البشر ده الحكم ده عايز فترة تمهيدية وبعد ذلك نصنع كذا ونصنع كذا. إذن فالمشرع أيضا في ذلك أن الحكم سينتهي، وليس معنى ذلك
أن واقع الحياة هو الذي يلفت إلى أن نعدل الحكم. البشر كثيرا ما يعدلون قوانينهم. لماذا؟ لأن واقع التطبيق يثبت قصور الحكم عن مواجهة القضايا. نقول له هذا هو البداء. هذا لأنه ساعة قوننا أولا خفي عنه شيء، فجاء الواقع فلفته إلى الشيء فبدا له أن يعدل. لكن أمر الله ليس كذلك. يبقى أمر الله جعل الحكم موقوتا، فساعة جاء بالحكم الأول. مثلا حينما وجه الله المسلمين إلى بيت المقدس، أكانت القضية عند الله أن القبلة إلى بيت المقدس طالما وجد مسلمون في الأرض؟ ثم بدا له بعد ذلك أن يوجههم إلى الكعبة؟ لا، هو كان الأصل في التشريع أن يوجههم إلى بيت المقدس مدة، ثم تنهى المدة بحكم جديد هو أن يتوجهوا إلى الكعبة. يبقى إذن الواقع ما لفتش، وإلا فما هو الواقع الذي لفت إلى أن نعدل القبلة من بيت المقدس إلى الكعبة؟ لماذا؟ قال لك لأن الله لم يرد أن يوجهنا إلى الكعبة إلا بعد أن يثبت تطهيرها لله وحده، وأن لا يكون فيها بعد ذلك فتن لوجود صنم من الأصنام. فحين يتضح الذهن على أن الكعبة بيت الله ولا محل فيها لصنم من الأصنام، حينئذ يمكن أن نتوجه إلى الكعبة بهذا المدعو. وإن تأخر أننا أخرجنا الأصنام منها إلى غزوة الفتح. وأيضا فلأن الله أراد بالتوجه إلى بيت المقدس أولا أن يثبت أن الإسلام دين متعد إلى كل الأديان، وأن بيت المقدس سيصبح من مقدسات ذلك الدين الجديد، وأنه لا يمكن لأحد أن يدعي أن مكة للإسلام وبيت المقدس لغير الإسلام. لا إله إلا الله، فكلها للإسلام. ولذلك سرى برسوله صلى الله عليه وسلم من مكة إلى بيت المقدس ليثبت أيضا قداسة بيت المقدس عندنا، حتى لا يتعصب المسلمون ضده، لأنه كان في أيام داود وفي أيام سليمان، وحتى يثبت لغيرهم أن بيت المقدس من الآن أصبح داخلا في مفهوم الإسلام، فمفهوم الإسلام مفهوم متعد إلى كل الأزمنة وإلى كل الأمكنة وإلى كل المقدسات عند الله. وبعد ذلك يرد الله الأمر إلى أن يجعل الكعبة وهي بيت الله، لأن بيت المقدس قلنا سابقا أن جميع بيوت الله إنما هي بيوت الله باختيار خلق الله، ولكن الكعبة بيت الله باختيار الله. إذن فيجب أن يكون بيت الله باختيار الله هو الكعبة التي يتجه إليها الناس جميعا. إذن فكان التوجه إلى بيت المقدس يناسب القضية الأولى 16 شهر إلى أن يثبت ذلك المعنى، ثم يوجه الله المسلمين كلهم إلى أن يتجه. إذن فقد نسخ القبلة من بيت المقدس وجاء بخير من ذلك. لا يقال إن ما دامت هي خير لماذا لم يوجهنا إليها أولا؟ لا، بيت المقدس في زمن كان قبلة خير من أن تكون الكعبة بمفهومها الأول قبلة، ولكن بعد أن كان ما كان يصير بيت الله في الكعبة خير من بيت المقدس. الله. إذن فالحق يقول إن تعصبتم لنبي كموسى وصدقنا أنكم متبعون له وغرتم على موسى وعلى اليهودية من أن يجيء دين، نقول لا، ما ننسخ من آية
او ننسها نأتي بخير منها او مثلها. هنا كلام يقال: طب اذا كنا سنذهب الى خير منها، اياك ان تقول الى خير منها في زمنها. لا. لازم تلاحظ كل شيء بايه؟ يعني لو استمر الحكم الاول الى زمان الحكم الثاني لكان نقصا في الخير. يبقى الحكم الاول اللي نصف لو استمر الى زمن الحكم الثاني ما يبقاش خير. ما يبقاش خير. طب اذا لو نقلتنا من شيء الى خير منه، هذا كلام معقول، لكن كيف تنقلنا الى مثله؟ طب وما دام النقل لمثله يبقى فايده النقل ايه؟ مفهوم الكلام اظن؟ سهل ان نفهم انك تنسخ ايه لتجيء ايه خير منها مكانها. طيب تنسخ ايه وبعد ذلك تاتي بمثلها، هي دي المساله. نقول له حين يقول الله سبحانه وتعالى: اتقوا الله حق تقاته. كلمه حق تقاته بقى اينا يستطيع ان يتقي الله حق تقاته؟ صعب ذلك على المسلمين، وقالوا ليس فينا ما نستطيع به ان نتقي الله حق تقاته. احنا بنتقي. فانزل الله نسخ حق تقاته دي وانزل ايه؟ فاتقوا الله ما استطعتم. طيب الذي يتقي الله حق تقاته الا يكون خيرا من الذي يتقي الله على قدر استطاعته؟ مش كده؟ نقول له نعم صحيح. فكيف تكون هذه خيرا او مثلا؟ ما هي اما خير واما ايه؟ واما مثل. الذي يتقي الله حق تقاته ثم راح ذهب بعد جردي اتقى الله ما استطاع، ايهما احسن؟ ان تتقي الله حق تقاته ام تتقي الله ما استطعت؟ حق تقاته. طيب اذا واتقوا الله ما استطعتم لا هي خير من حق تقاته ولا هي مثلها.